دلوقتي انقطاع التيار الكهربائي خلال الامتحان، تعالوا نشوفها وبعدين نعلق عليها. ده في جامعة كلية التجارة جامعة عين شمس. هسأل الطالبة سارة جمال. سارة أهلا بيكي. إيه؟ أهلا بيكي يا سارة. أنتوا انقطع التيار الكهربائي أثناء الامتحان؟ هو إحنا من ساعة لما طلعنا والنور قاطع أصلا، ما فيش ولا نور ولا مروحة ولا أي حاجة، بنحل على الضلمة. ده إمتى؟ النهاردة؟ النهاردة. يعني انتوا في الحر الشديد ده ده كان امتحان، بداية الامتحان ولا ايه؟ ده امتى بالظبط؟ كان اول امتحان. انا الفترة الثانية، فكان من الساعة 12 للساعة 2، لكن برضو الفترة الاولى كان برضو النور قاطع. يعني النور قاطع طول اليوم؟ فما كانش فيه اي نور، كنا بنحل على الضلمة وما فيش حتى مروحة شغالة. طيب، يعني هنا ضلمة وحر لا يمكن أن يتحمله بشر، لأنه درجة الحرارة اليوم يعني فوق طاقة البشر. وطبعا يعني في ناس أصيبت بإعياء شديد أو بتعب. في ناس طبعا ما قدرتش تستحمل لأن الجو كان فظيع النهاردة، ففي ناس اللي أغمى عليها، فناس كتير أوي ما قدرتش تستحمل. في ناس أغمى عليها في الامتحان. طيب، أسأل زميلتك سارة حسام. سارة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. سارة، نفس المعاناة، أنتوا الكهرباء مقطوعة من الصبح في الامتحان في يوم شديد الحرارة بما لا يتحمله بشر؟ بالظبط كده، احنا من الصبح من أول بداية الامتحان، من بداية نوطي التلفزيون يا سارة، اتفضلي. والنور قاطع من ساعة ما ابتدينا ومش شايفين أي حاجة، ومش قادرين نتحمل الحر، ومفيش مراوح. حتى الكشافات لما طلبوا إن احنا نشغل الكشافات ما كانوش راضيين، مش موافقين نشغل كشافات الموبايل. أمال هتشتغلوا هتجاوب إزاي؟ هتكتب إزاي؟ ما كانوش موافقين، ده غير إن ورقة الامتحان أصلا الخط فيها صغير جدا. ومش عايزينكم حتى تستخدموا كشافات الموبايل؟ لا، ما كانوش راضيين خالص. يعني حتى في واحدة عدت قالت لا خليهم يعيدوا الكشافات، فالمراقب بتاع الدور ما وافقش. طيب سارة، طبعا ده بالنسبة لكم شديد القسوة، يعني لا انتوا عارفين تكتبوا، ده أثر عليكم في الامتحان؟ أثر علينا جدا أصلا، وكناش مركزين ومش عارفين إذا كنا بنحل صح ولا غلط. طيب، خلينا اسال دكتور محمد عبد العزيز خليفه، وكيل كليه تجاره جامعه عين شمس. دكتور محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. دكتور محمد، ازاي سيبنا الطلبه في جهنم بهذا الشكل، بلا كهرباء وبلا مراوح ولا تكييف، فلا هيعرف يجاوب من الضلمه ولا هيختنق من شده الحر، لماذا؟ هو هقول لحضرتك القصه كلها. اولا لازم تعرف ان كليه التجاره دي عددها يعادل 30% من جامعه عين شمس، يعني عندنا في اليوم الواحد في الفرقه الواحده في 191 قسم بيمتحن. المشكله دي كانت موجوده في 8 اقسام فقط. جميع الاقسام كان النور فيها واضح، نور ربنا بقى. ليه اشمعنا الثمان اقسام؟ لان الثمان اقسام دول كانوا في مبنى، المبنى ده في من الجنبين مباني، مفيش، ما بيطلش على الشارع. بس الاقسام الثانيه كلها انت بتقول انهم اشتغلوا على نور ربنا، يعني نور الصباح. يعني
نور الصباح، وكان في شبابيك للهواء، فكانت الامور كويسه فيه. هواء ايه ده؟ الهواء سخن يا دكتور، انت شايف الهواء النهارده كان عامل ازاي؟ لا بس بقى الى حد ما كان يعني المبنى كان كويس، وكان الجو فيه ما كانش حر قوي، يعني يمكن لما تخرج بره المبنى لا يمكن طالب يعرف يركز بدون مروحه او تكييف النهارده في الجو الشديد. يا وائل دي احنا عندنا المباني بتاعتنا كلها بحري، ما كانش في مشكله. انا كنت قاعد النهارده في مكتبي لابس بدله على النور بتاع ربنا على ال طيب خلينا في الثمانيه دول، حتى مع ان انا يعني دكتور مش مقتنع يعني انا لا، ما هو اللي فاتك، انا طلعت بنفسي انا ومسؤولين في الكليه عشان نشوف المشكله ايه بالظبط، ونقرر هل الامتحان هيستمر ولا ما يستمرش. لقينا الثمان اقسام دول فقط، بدأنا نحل المشكلة إن احنا نفتح الأبواب اللي في الجناب بتاعت الأوض الأساتذة بحيث يدخل نور. جبنا كشافات إضافية في بعض هم كانوا دورين، مبنى غلاب الدور الثاني والثالث، جبنا في مبنى منهم كشافات إضافية اللي هي بتاع الطوارئ. الجميع الطلاب والطالبة كانت بتتكلم من شوية بتقول إن احنا منعناهم يشغلوا الكشافات الموبايلات، ده ما حصلش. جميع الطلاب كانوا فاتحين كشافات الموبايلات النهاردة بقدر الإمكان، وزعنا عليهم مية عشان الحر والكلام ده كله، بالاخص المبنيين دول، لكن جميع المباني ما حصلش فيها حاجه. اللي ساعد كمان بقى ان الامور تبقى اكثر هدوءا، ان الامتحان النهارده جه امتحان متزن، امتحان بسيط، الطلبه يعني متوقعاه، فما حصلش مشكله. يمكن كانت المشكله دي اكتر لو كان الامتحان صعب، لكن الامتحان. طب خلينا اسال اللي حضرتك بتقوله ده، ساره حسام، ساره ده اللي بيقوله الدكتور محمد ده صحيح؟ ساره. طب سارة جمال، ايوه، هل الدكتور محمد بيقول احنا سمحنا لكم بكشافات الموبايل وانه الثمان اقسام دول بس هم اول الفتره ما قالوا لنا لا ممنوع، بعدين في النص الفتره في الاخر بس قالوا لنا اه صحيح الامتحان كان كويس في مستوى الطالب العادي، بس المشكله ان احنا مش شايفين اصلا احنا بنحل ايه، مش شايفين بتحلوا ايه. احنا في الطرقه، فما فيش اي شبابيك او اي نور اي شبابيك تدخل لنا هواء، احنا في الطرقه. يعني انت بتمشي القلم كده وانت مش عارفه القلم بيكتب فين ولا بيجي، يعني حتى لما ندخل الرقم على الاله بنقعد كتير وبيت لما نشوف ايه الرقم اللي يطلع لنا او ايه اللي احنا بنكتبه اصلا، فده خد وقت كتير مننا. لا الحقيقه يا هنا دكتور محمد، يعني هنا الحاله دي ألم تكن تقتضي تأجيل الامتحان؟ بإذن الله حضرتك اسأل الطالبة، أنت خرجت النهارده بعد قد إيه من الوقت؟ جميع الطلبة في الامتحان ده بالذات كان متحمل 12 ل2، خرجوا واحدة واحدة و10 واحدة وربع، ودي أول مرة تحصل يخرجوا قبل الميعاد، تأجيل الامتحان كان بسيط وكان سهل وما كانش عندهم أي مشكلة في موضوع الحل. وبعدين بتبان بقى ند الطالب بعد الامتحان، يعني لو في مشكلة زي دي كان هنلاقي الطلبه كلها جت تجمهر عند مكتب الاداره، مفيش ولا طالب جه النهارده يشتكي ومش اي طالب قدم اي شكوى. يمكن هي حالات فرديه ممكن يكون. مفيش ايه لا الطلبه يا دكتور قاعدين عائلاتهم يكلمونا من الصبح، حضرتك جايز تكونوا انتوا ما بتسمعوش. يا دكتور انتوا لا تستمعون للشكاوى بس، الناس كلها بتكلمنا وتستغيث بنا. لا والله لا لا، اسال الطلاب لما بيحصل مشكله بيعملوا ايه الطلبه. والله انا اللي انا شايفه ده يا دكتور يخل بقواعد المساواه، وانه الامتحان ده لازم اضمن الظروف النفسية والصحية والبيئية وكل الظروف اللي تلائم انه الطالب اللي قاعد يشتغل طول السنة ويتعب ده يمتحن في جو مناسب، لما لاقي الجو ده لا يمكن لحد انه يجاوب فيه في اي امتحان ابدا. احنا ظلمنا الطلبة وسلخناهم في يوم لا احد يتحمل فيه الحر ولا الظلام عشان يجاوب، يعني ما هو ما احنا شايفين المشهد اهو. السؤال اللي سيادتك برضه بنساله، هل احنا اللي قطعنا الكهرباء؟ هل احنا اللي عملنا؟ لا بس انت تملك حينما تنقطع الكهرباء ما الذي يمكن ان تفعله؟ ما فيش حاجه اسمها هنعمل الامتحان هنعمله. لا هو انا عندي 191 قسم، لما يبقى 8 اقسام فيهم مشكله الغي امتحان للكليه كلها؟ صعبه. لان ده يعمل اصلا مشكله في الكليه. ده يعمل مشكله الطلبه دي وتغير الامتحان، يعملوا مشكله في الكليه، الطالب جاي مذاكر وجاي يخش الامتحان، فلما اجي اقول له الامتحان اتلغى يحصل مشكله. فطالما ان المشكله محدوده ومفيش اعداد فيها كبيره فدي بنحاول نعالجها، لكن ما نحاولش ان احنا نعمل مشكله اكبر، ان انا الغي امتحان ويحصل تجمهر من الطلبه، لان الطلبه جايه مذاكره وعايز يمتحن، مش عايز الامتحان يتاجل لها. فاحنا بقدر الامكان عملنا كل اللي في سعينا ان الامتحان
يمشي والامور ما بقاش فيها مشاكل. طب واحنا انت ما بتحاولش حضرتك بتنسق اما بيبقى في امتحان تنسق مع الكهرباء او مع قطاعات؟ يا جماعه في امتحان عندنا، فلو في احتمال لقطع الكهرباء ما تقطعوش. حضرتك انا باعت قبل الامتحان ما تبدا جواب لوزاره الكهرباء محدد لهم ميعاد الامتحان من كذا لكذا، ونرجو ان الفئيان دي يبقى شيء انقطاع للكهرباء بالاخص في هذا الميعاد، نمره واحد. نمره اثنين، انا كلمت النهارده مكتب الوزير وتواصلت معهم، هم راحوا بنفسهم بعثوا حد من عندهم من مكتب الوزير، وهو طبعا كان لنا علاقه بيه شخصيه، راح لحد شبكه الكهرباء العباسيه وكانوا فيها كان في مشكله في الكابل، الكابل كان سخن فحصل له زي عطل فني فبداوا يصلحوا فيه، وكانوا معانا على التليفون متواصلين لحد ما الكهرباء رجع. يعني احنا كنا معاهم اول باول بنحاول نحل المشكله، وبعدين بعت جواب النهارده ثاني اطلب جنريتور جديد اضافي غير اللي عندنا. طيب احنا الحقيقه ظلمنا الطلبه دي يا دكتور، وانا شايف ادارتكم للازمه تتناقض مع المساواه والعداله والحفاظ على مستقبل الطلاب. هي هنعمل الامتحان هنعمله، المهم انه نخلص الامتحان بقى، في كهرباء، في اشعال نار في المكان. بتوجه لك بالشكر في كل الاحوال.